لا تقطعوا أرزاقنا، شعار رفعه الكسبة وأصحاب المحال في سوق خان التمر في وقفتهم الاحتجاجية بمدينة كركوك أمام مديرية البلدية. قرار مفاجئ بالإخلاء، والغرض من ذلك بحسب الرواية الحكومية هو تحويل خان التمر إلى مشروع استثماري، والوجهة البديلة بالنسبة لهؤلاء هو سوق جديدة يؤكد المحتجون أن مساحتها صغيرة للغاية، ورسوم الإيجار أو الشراء فيها باهظة أيضا. احنا طلعنا هسه مظاهرة سلمية، مطالبنا شنو؟ أن يوخرون هذا القواد على صار 3 أيام، لا يخلون عربان يطوب، لا يخلون سيارة يطوب، لا يخلون أي شيء، ضاغطين علينا وقاعد يقطعون رزقنا. مش سبب شنو؟ نروح على قائمة مقام محافظ، كل ما نريد منهم يابا يا مسؤولي كركوك حلونا شغلتنا، يقولون انتم تتفاهموا يا هذا المؤجر. احنا ب 250 الى 300 محل، كل محل به 5 إلى 6 افراد يشتغلون، حماميل اهل العربين اهل السدودات كله قاعد ينقطع رزقنا، فمجبورين نطلع يجي ونتظاهر سلميه، نصبنا خيمه هنا، من يسحب القوه هذم عنا ما يقطعون رزقنا عم نشيل نرجع على شغلنا. القوات الامنيه خان التمر جات تاذينا فوق اللازم، تاذيه كامله. هو مطيع امر يجي من فوق عليه، فاحنا متاذين فد مره خان التمر فد مره متاذي علاوي احنا. والى جانب اعتداء القوات الامنيه عليهم اذا حاولوا الرجوع لسوق خان التمر، يواجه المحتجون هنا تجاهلا حكوميا قالوا انه متعمد. ما طلع عنا اي احد ولا بشر طلع علينا ولا شفنا احد، ماكو اي احد طلع علينا. قاعد من الصبح لحد لا قائد لا مسؤول لا مدير بلديه لا محافظ لا قائد، ماكو اي احد، ما حد يحسب لنا اي حساب. كعادتها لم تراعي السلطات الحكومية مدى الضرر الذي تحدثه قراراتها، ولم تنظر لدلالة توقيتها الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لتقلب مرة أخرى حياة الفقراء والكسبة رأسا على عقب.